ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا الروينة اللي دارها مسخوط الوالدين في كازا. في واقعة خطيرة واتقت كاميرا إعلامية لحظة توقيف مسخوط الوالدين والذي قام بالاعتداء على والديه بمدينة الدار البيضاء بالإضافة إلى إخوته. وفور حضور الشرطة أنكر هذا الأخير الأعمال التي قام بها جملة وتفصيلا قبل أن يقوم رجال الأمن بالقبض عليه من أجل تقديمه في حالة اعتقال، وسيتم عرضه على النيابة العامة المختصة من أجل أن تقرر في مصيره. هذا واستنكر النشطاء هذه الأعمال التي لا تمت للإسلام بصلة، حيث أكدوا على بر الوالدين ومعاملتهم بالحسنى. حيت ما يمكنش هادشي اللي داير لهم، راجل كبير صاحبتي ودارت راسها في الحاله هذه. تحيه تقدير واحترام رجال الامن على المجهودات اللي كيقوموا بها، لان صراحه لولا تواجد ديال رجال الامن راه ما كناش نعيشوا في واحد الامن وواحد الطمانينه. والله تيهرس لها راسها. انت شنو غادي تدير بالجميه؟ هذه الجميه هذه. تنتحية تقدير واحترام لرجال الأمن على المجهودات اللي كيقوموا بها من أجل الحفاظ على أمن وممتلكات المواطنين. في هذه اللحظات حضور دراجين والدائرة الأمنية وفرقة مكافحة العصابات إلى عين المكان من أجل نقل هذا الإبن العاق إلى الدائرة الأمنية، واللي تكرفص على الأم ديالو المسنة وعلى الأب ديالو المسن وضرب الأخت ديالو بالسلاح الأبيض. خويا داكشي راه قالت أمك ماشي أنا، أم ديالك اللي قالته. حرام عليا أنايا، كنت باركة في حرام عليا، حرام عليك أنت هادشي اللي درتي ليهم. خويا راه ماشي أنا اللي قلت لك، راه أمك اللي قالت لك ضربتيها ماشي أنا. هذا مني تسع مرأة عندها 70 عام والأب أكثر من 86 سنة، ومشى للبنكة وقال للمدير ما تبقاوش تعطيو لأمي الفلوس، راه أمي كتسرق. لا حول ولا قوة إلا بالله، 9 شهور ديال الحمل وعامين ديال الرضاعة وكتركبي وتضربي تمارة وفي الآخر يولي ولادك هما عديانك. لهلا يورينا شي حاجة خايبة في تريكتنا يا ربي.